بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره. الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحراره على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافه الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في انخفاض طفيف درجات الحراره، فطمنينا كده عن حاله الطقس. بالفعل في تراجع لدرجات الحراره عن الامس، لان احنا بالامس كنا بنشهد ارتفاع في درجات الحراره وكتل هوائيه صحراويه، لكن اليوم الكتل الهوائيه معظمها هتبقى كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فيحصل انخفاض في درجات الحراره خصوصا في المناطق الشماليه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى تكون 34 درجه مئويه، ودي تعتبر المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. اجواء حاره على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائله للحراره على السواحل الشماليه، شديده الحراره خلال فتره النهار على المناطق الجنوبيه. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، هيكون ملحوظ اكتر في ساعات الليل المتاخره وساعات الصباح الباكر، وهنحس اكتر بالاجواء المعتدله في اغلب محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان ان تتكون شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه او القريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مدن القناه وسواحلنا الشماليه الشرقيه. بالاضافه كمان ان نشاط الرياح هيكون نشاط رياح نسبي في بعض المناطق الموجوده في الجمهوريه، غير مثير لاي رمال وأرصفه، فقط نشاط الرياح ده هيخلينا نحس باعتدال الاجواء، وان شاء الله على مدار هذا الاسبوع كله هيحصل اعتدال في الاجواء على اغلب المناطق، ما فيش اي تقلبات جويه. يمكن كمان مع غدا هنلاقي في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه وشمالي الوجه البحري، لكن مجملها غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. لكن هنلاحظ ايضا ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه، لان الكتل الهوائيه قادمه من على البحر المتوسط محمله بالرطوبه. صحيح، لسه كنت هسال حضرتك عن الرطوبه، لان انا حاسه ان الجو معتدل، فلما كده بيكون الرطوبه قليله شويه. هي نسب الرطوبة هتبدأ ترتفع تدريجيا، وهنلاحظ ان في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة، فدايما هنلاحظ ان درجات الحرارة اللي احنا هنحسها مختلفة عن درجات الحرارة اللي احنا دايما بنقصها في الظل او متوقعة في نشراتنا، فمهم جدا ناخد بالنا فقط من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن ده هيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، فبقدر الإمكان وأنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. أكيد. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل إذا المية تبقى موجودة فيه على مدار اليوم، وكمان نرتدي ملابس فتحت خفيفة شوية. بالفعل بالفعل. انا بشكر حضرتك على المتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 34 الصغرى 22، العاصمه الاداريه 34 23، اسكندريه 28 20، العالمين الجديده 27 21، مطروح 27 20، دمياط 28 23، بورسعيد 28 21، الإسماعيلية 35 22، السويس 34 24، العريش 29 22، كاترين 32 14، طابة 32 24، حلايب 35 28، شلاتين 39 27، شرم الشيخ 38 28، الغردقة 38 27، الفيوم 36 25، بني سويف 36 24، الوادي الجديد 41 23، أسيوط 37 25، سوهاج 40 28، قنا 43 30، الأقصر 45 31، وأخيرا أسوان 45 31. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهارده، خصوصا إن الجو هيكون فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والجو بالليل هيكون لطيف على كافة الأنحاء. هرجع مرة تانية لشاذلي وباسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.